سور كتير في القرآن الكريم نزلت بسبب موقف أو نزلت لسبب معين، ويمكن الموقف أو السبب بيخلي قلوبنا تتعلق أكتر بالسورة، ولكن سورة الشرح كان لنزولها في أسباب معينة أو موقف معين حصل. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قيل إنه سبب نزول سورة الشرح سببان. السبب الأول أن المشركين عيروا المسلمين بفقرهم. انتوا فقراء، يعني زي ما يقولوا كده، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا، يعني ما بتبعكش الا الفقير الغلبان الضعيف. فعيروا المسلمين بالفقر. المشركين قالوا انتوا فقراء للمسلمين، انتوا فقراء وضعفاء. فانزل الله عز وجل هذه الايه لبيان النعمة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الفقر لا يدوم أبدا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ده سبب. السبب الثاني أنه ورد عن ابن عباس أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى كلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، فربنا بيقول يعني كلام الحبيب لحبيبه، كلام الخليل لخليله: يا رب سخرت لسليمان الرياح وألنت الحديد لداود وكذا وكذا. فربنا قال له: ألم أجدك يتيما فآويتك، ألم أجدك فقيرا فأغنيتك، ألم أجدك ضالا فهديتك، ألم أشرح لك صدرك، ألم أضع عنك وزرك، ألم أرفع لك ذكرك. فكانت هذه الثلاثة، ونزل قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة الشرح لها ثلاثة أسماء. كنت لسه هسألك، تفضلي. أسماءها إيه؟ الله يبارك في عمرك. لها ثلاثة أسماء. الاسم الأول سورة الشرح زي ما حضرتك تفضلتي، وكلها مرتبطة بالشرح. الاسم الثاني ألم نشرح. الاسم الثالث الانشراح. يبقى ثلاثة: شرح، ألم نشرح، لانشراح. والثلاثة بيدوروا حوالين انشراح صدر سيدنا النبي طمأنينة محمد. القلب. الله يبارك في عمرك، صح. سكينة القلب، طمأنينة القلب، أن يملأ الله قلب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين به سكينة وطمأنينة وعلما وحكمة ونورا، ويذهب الله عنها الهم والغم والكرب والروع والخوف والشدة والاضطراب والقلق. هو القادر على ذلك، هو الخالق للقلوب، وهو علام الغيوب، فيعلم ما الذي يصلحها وغير ذلك. نربط ما بين ألم نشرح لك صدرك وما بين شق صدر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما سيدنا جبريل شق صدر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو عنده 10 سنين وفي بداية الرسالة، وشق صدره عند رحلتي الإسراء والمعراج، وأخرج صدره وقلبه وغسله في طست من ذهب، أنقى حاجة وأجمل حاجة، وكأنه ربنا بيقول له: سيذهب الله عنك الهم والغم. أول مرة كان عنده 10 سنين؟ لا، أول مرة قبل كده، يعني هو مش لحظة ميلاده. يعني هو شق الصدر فيه عدة كلمات كثيرة. لا، مش لحظة الميلاد، وهو في الثالثة أو الرابعة من عمره في بني سعد. كان الموقف إيه؟ ما ليش سبب، يعني هو كان إظهار لمكانة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل انشق صدر سيدنا النبي وعنده 10 سنين،
وقيل انشق صدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ناهز البلوغ، وقيل انشق صدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية الرسالة، وقيل انشق صدر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند رحلتي الإسراء والمعراج. شق الصدر من الأمور التي استأثر الله بعلمها، الكيفية ما نقدرش نعرفها لانه الغيب لا يسال عنه بكيف. في حاجات كده بيبقى صعب اننا نتصورها. نسال فيها. في اجتهادات علماء، اجتهادات موفقه واجتهادات غير موفقه. منهم من قال اخراج حظ الشيطان منه. طب اخراج حظ الشيطان لو كان مجسما في صدر الانسان كنا نجيب اعتى المجرمين وندخله غرفه العمليات ونعمل له عمليه يتحول لتقي. ولا احنا مش عارفين حظ الشيطان؟ ماشي. طب نقطة من أول السطر، هو إيه حظ الشيطان في رحمة في قلب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ علماء قالوا، ومنهم شيخنا الشيخ صلاح الدين القوصي في كتابه عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب حلو قوي وكتاب جميل قوي، قال أصل ربنا قال عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كله لمين يا فندم؟ للعالمين، مش للمسلمين ولا للمؤمنين ولا للإنس ولا للجن ولا للإنسان دون الجماد ولا الحيوان دون النبات، إنما رحمة سيدنا النبي وسعت إيه؟